عشان تحل، بعد الجلدين عشان تحل، نفقنا في الروة بين بنت جحش زوج من بنت حل. هل ولد من حل وضرب بين المسلم أم حبيبة أبو نتا سفيان، وهي لما هجرت الحبشة زوجها توفى، زوجها توفى، أصبحت كده ما بين اللي هو أبو المستحسن بيقول، يعني زوجها اللي يشفيها فلسفت عن الإسلام إلى جانب أبوها بيوت الإسلام، فرجعت نفسها مع عمتي تزوجها عشان يحميها ويؤذن. ممكن يضر أي حد من الخارج. كان ممكن بس قبل الزيادة رملة أو المحديد غير باسم سنة، يعني إذا المسبيان باسم زي القرش من أول المسبيان كبسة القرش اللي فضلا لي فضل كل حاجة، مش كل الحاجات بنعرف نتوقف الله، إحنا بس الأداس نحاول نعرف هي الحكمة، لكن هل أنا مقرر أنا أجوز فلان عشان واحدين ثلاثة وفلان عشان واحدين ثلاثة؟ لا ما حصلش. إحنا من الاستقراء والبحث بنعرف نتوصل الى الكلام ده. برضه السبب الطيب عن نفس الحال مثل زوال انت الحارس، ما ينوم انت الحارس برضه زي ما انت قلنا، يعني كل واحده زور نادو ينفع تقول لها ليها سبب. ركز بقى في الموضوع ده، ركز 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 ربع الوقت ربع الوقت اللي هنتكلم. لاحظ ان هم في اللغة كانوا متجاوزين قبل كده بعد الفيديو. بالظبط، احنا ايه؟ شوية متعرفين عليه. هنيجي دلوقتي نقول لنا واحد تاني. حد يسجل ده كده أول سنة. ده تعطل لك كان عنده 25 سنة. يعني كله 16 سنة هو عاد. كان زمان دي يتجوزوا بدل أول. ممكن بقى 16 سنة 17 سنة ماشي يتجوزوا. كسر جاته الشمسين اللي جات دون ربطنا كان توفيق توفيق بلاد، تمام؟ الناس تقول لك ما تزوجش بيت زوجين السيدة عائشة والباقي كان سيدة، تمام؟ باقي الزوجات كنا سيدة. عشان سيدة عائشة أكثر من الحديث عندكم إن شاء الله. نفضل تزوج أربع نسوة، تزوجنا نسوة نسوة الثلاثين، سيدة خديجة، سيدة سودة 55، سيدة ما ينتجعش 35، رقم سيدة سفيان 40. إذا نزل لو واحد ينور على نساء أو شهوات كان يجوز الكل بكر صغيرين ما يخصهم دول، صح؟ الناس تعطل لنا مدة اللي كان عنده كم سنة؟ 50 سنة، صح؟ كان عنده 50 لما سنة خارجة مالي كان عنده 50 سنة. طب ليه عدد 25 سنة دول من غير جواز؟ تمام؟ معروف فترة الشباب هي فترة الزواج وكده، ليه ده مثلا ما نتدربش في الفترة دي؟ إلا لأنه لا يرغب في النساء بالتراب، يعني إيه؟ ناحية الشهوات، ده توفيق إلهي. دي بقى نقول لنا الناس تقول لنا ما ينفعش نقيسه على باقي المسلمين، يعني ما ينفعش نقول طب هو ليه المسلمين ما يتجوزوش سبعة وليه هو اتجوز فوق الأربعة؟ الناس تقول لنا دي تشبيع خاص بالروح، عشان السنة ثلاث حاجات، يعني تقسيمة أصول الفقه وكده، سنة خاصة بالنبي تقول لنا ما ينفعش حد يعملها على الإطلاق، وسنة إحنا نعملها وسنة على الزواج، تمام؟ منها السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الزواج كان تعمل ان يخطب النبي يوصل الصيام يومين ورا بعض، قيام الليل فرض عليه، قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض،
علينا سنة يقدر يوصل صيامين صيام يومين وأربعة. تمام؟ لما الصحابة سألوه قالوا إن أنا أعلم عند ربي فيطعمني ويرقيني. إلا فقد أن لا يورث تقبل الصدقة لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. لو حد جاء متكلم في الفور معه جاء العم يشوف ده نبي ولا مش نبي قالوا تقبل هذه الصدقة إذا أصحابه قبلوا الهدية تقبل هذه الهدية خدمة كل الصدقة لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. المرأة تحل له بتحليل الله عز وجل فارق عليها وغير عقد. أقول لكم صلى إن هو يتزوج المرأة بدون عقد أو شاهد وإن هذا ليه؟ الشاهد هتشهد على مين؟ على النبي. وليه النبي أولى من المؤمنين من المؤمنين من المؤمنين. تمام؟ هذا كل حاجة إن صلى الله ما يطلعش إذا هو قصاده مسلم عادي. تمام؟ في كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يباح له ان يعدل بعد فتره معينه الوقت معين لا يحل له ان يتبرع ولا يتبرع من الزواج ولا اعجبك حسنه. لو هو كان مش نبي ما كانش هينزل ايه في القران يحرم عليه الزواج من اي امراه؟ هذه ذكرت النقطه دي اعتقد الولي اشرح يعني فضلا يتجوز من غير ولي او عقد. تمام؟ عنده سؤال في الجملة دي نكتب بقى اخر حاجة السيدة عائشة. للعائشة قصيرة جدا اقول لهم على حاجة ما كنتش عاوز اقولها بس اقولها ربنا يهدينا يبقى الحق. انا جبت الطيف انا ده محمد نايل عائشة من شيغول لأسكي الخط جاي من فرصة من إماراتنا. أنا وصلنا كده يا رسول الله عليك وعمر معلم كل كان رسولنا في الزبر من عائشة والعندها في الجنسي. فأنت العقل اللي واقع عندك هيلزم إن أنت إيه فعل جميع صح؟ ده أنا بقى قمة الاستسهال برضه ده رسول الله عائشة عندها في الجنسي فضل جاب لك الصورة وهنا لما بعدها تسع سنين في صور كتير 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 بس برضو أعراض وتقاليد لازم نعرف إن العنف يختلف ما بين الوقت والزمان طول الزمان وبين الزمان والمكان. تمام؟ قد يكون في المعادي بنقبل الحاجات حدائق المعادي لا يقبلوه صح؟ ما عندنا كما تلاقي ماشي كما تلاقي ماشي بس انت في حدائق المعادي بقى حد يعني ايه؟ مفكر الموقف ناحية الكورنيش وناحية حد من المصريين او كده صح؟ بس دي في نفس المحطة بس عند نقطة الناحية دي فكر وثقافة والناحية دي دنيا ما نفهمها. تمام؟ المعادي غير مثلا مصر القديمه، القاهره غير دمياط والمنصوره وكده، القاهره او مصر عموما غير دول ثانيه. المقصود ان الثقافه تختلف على حسب الاختلاف في الزمان والمكان وعلى حسب اختلاف الاشخاص نفسهم. تمام؟ الوقت بقى ده بتاعنا اكيد هيختلف من كام؟ من 1400 سنه. وهنلاقي دلوقتي امثله يعني من فترة قليلة كان فيه زين الزواج، يعني في واحد راجل في سن بيتزوج من قليل، مليئين هنشوف. عندنا هنلاقي مثلا في عام 1184 امبراطورة المنظر المغربية من ريا هنجرة معرفش ايه
تجوزوا من الثالث أم من الثاني؟ كان عندها كم سنة؟ كان عندها كم سنة؟ 9 سنين. لمين؟ إمبراطورة المغرب. كلما عارفين ده رجل من الجنة 12. الجنة كان عندها كم سنة؟ 13 سنة. اللي هم بيتخروا بيها ورجل من الجنة واحنا عملنا لهم أفلام عليها ونسبها بين نورهم إن احنا بنعمل أكثر من رجل من الجنة. عندها 13 سنة. الأميرة سيدورة كومي في عام 1945 إذا تزوجت عام 20 تزوجت الملك لويس الثاني. كان 13 سنة. كانت انت 1945 يعني انفرد ما بينه وما بين الناس كم سنة؟ 5 سنة. ألف سنة. أليس الثاني تزوج من فتاة جميلة دون عن إنجاز لم تبلغ من العمر 9 سنوات وكان زواج من عثمان. تمام؟ هاي ثاني مرة يا عم بابا. في فين الزواج اليهودية في العهد القديم هو كم سنة؟ 3 سنين. طبعا المواثيق الكاثوليكية بتقول إن السيدة مريم أنجبت الثلاثة سنة وهي أنت ما أنجبت تيتا عيسى وكان عندها 13 سنة بيقول يعني في الموضوع واحد من يوسف بن مجموعة وكان في بعض حالة الأمرة أصحب أكتوبر لما نبدأ صلاة تجوز الزوج العاشق اعترض صح ولا معلش حبايبي وانت قلت الجواز وقت عدد 9 سنين صح؟ ما عملش حاجة زي كده. اتهموه بايه؟ كانوا بيتهموه بالسحر والكذب والاختلاط ان هو بيحترم القرآن. لكن هل حد ده قال له انت شحناني ليه؟ ولا اتجوزت ولا في اي حاجة؟ ولا شبهة. أليس أولى للمشرك اليوم أن يطمعه من شرك الأمس؟ يعني هو مش بتلاقيه وزوجته. يعني أنت وبنت يا راجل. أنا مقرر لما تزوج. يعني
الإمام الشافعي كان بيقول في واحدة عندها 21 سنة في اليمن جدة وعندها 21 سنة جدة وعندها 21 سنة هو اللي مرتب لهم في الجواز مثلا هي عندها 9 سنين ركز داخل حاجة قبل حاجة النهاردة يعني ماشي لازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا من حاجة يعني هو البلوغ اللي هو اللي بيتكلم عليها يعني البلوغ عندنا الموضوع بتاع الفرد الفضلي عرف البلوغ اللي هو ايه العلم وظيفة عظمة ايه المرحلة العمرية التي يتحول فيها الطفل الى شخص بالغ قادر على الانجاز زوجة مع تمام يبقى اذا لما الواحد يبلغ يبقى قادر على الانجاز الطفل قدره بقى امتى حدود 8 9 سنين والبيئه يختلف فيها البلوغ عن البيئه البارده او الحاره تمام هل انا بعطل لما تدور اتباع عيشه تفتكر مخالفه في العرف او في قومه لا طب مخالفه شرعيه طب لماذا نستنكر هو لما لم تزوج إذا زي مش نحن دلوقتي او الاب والام بس ده بقى قبيله وعيله وقول الكلام ده كله ليه القبيله او العيله او السلاله او الكلام ده كله ابنه مش معطلا اذا تمت نفسهم ان كان صغيره ان كان ده مخالف للعرف والتقاليد والعادات او ليه؟ عشان العكس ليه المقال ده عقد على السيده عائشه عندها كم سنه؟ ستة ودخل بالك عندها ستة ليه استنى الفترة دي؟ فترة البلوغ أولا ثانيا كانت فترة الانتقال بعد كده من فترة البلوغ كانت سنة واحدة تمام؟ آخر حاجة إن فترة سليمان لا من فترة سليمان نتاج كويسة دلوقتي البنات عموما بتتجوز امتى؟ 25 27 26 يتخرجوا الكلية ويشتغلوا والكلام ده صح طب خروج الريف بيجوزوا انت بعد ما تخلصوا ايه؟ الثانوية العامة يعني اللي هو الريف اللي حضرنا معاه شوية بيتجوز بعد ايه؟ 17 سنة أو 18 بعد ما تخلصوا في الثانوي طب رجع كده 100 سنة لورا ما كانش في ثانوي أو الكلام ده يا دوب كملوا يتجوز كملوا يتجوز وأنا أعرف ناس واحدة تجوزها واحدة عندها 14 سنة وشال عينيها على ايديها في الوقت الحالي بتاعها تمام؟ 14 هيبدو يشوفها في حاجة بقى كنت عايز اقولها لكم بس مش عارف عاوز مش عارف عاوز اقول لكم عشان ابرز البنت دي امام الله بس محتاجة بحث انا بعد لما عرفت الكلام ده كنت في لغايه دلوقتي عملت حوالي نفسي مش عارف انا مش عارف كده عمال اعمل عمليه بوستيرا مش عارف اتكلم معاك ممكن نحاول عليه ايه هو؟ نفكر احنا بقى ان السيده عائشه ما كانش في سنها تسعه ده بحث اصلا مكتوب ان السيده عائشه ما كانش في سنها تسعه سنين في سمعت ان ازاي؟ في سن 14 سنة والسن الثاني 18 19 17 الثلاث سنين دول تمام؟ انا لما سمعت الفيديو ده كان من واحد يعني عدة كده اللي هو مين؟ البحيري اسلام البحيري وعدنان برضه انا نفسي بصيت شفت الفيديو يعني انا شكيت طب قلت طب مرجع اشوف كان هو بيقوله فعلا صح ولا لا رجعت للكتب التاريخ والسيره لقيت الكلام اللي بيقوله
وكلامه عن ذلك ازاي هو بيستند ايه دلوقتي بالتاريخ وبالحسابات. سيدة عائشة، سيدة أسماء أخت سيدة عائشة عندها كم سنة؟ لا مادي 100 سنة. سيدة أسماء أخت سيدة عائشة كان عندها لما ماتت 100 سنة، ماتت سنة كام؟ سنة 73. تمام؟ ركز في الأرقام. كان عندها كام سنة؟ ساعة الهجرة 27 سنة. فكتب السيرة والتاريخ لما بيكتبوا التعريف بتاع سيدة أسماء سيدة عائشة وكانت أتت من عائشة بضلع سنين أو هي بضلع سنين، يعني أكبر من سيدة عائشة في حدود 9-8 سنين. تمام؟ يبقى إذا سيدة أسماء عندها كم سنة؟ 27. سيدة عائشة أقل منها في حدود 9 سنين. الكلام ده يبقى عندها كم سنة؟ 18 سنة 19 لا 18 18 19 هي منين جت 9؟ منين جت 9؟ لو منين قال انها كانت 27 وبالظبط كل دي احاديث، منين منين الصحيح فيها؟ ما عشان كده 10 سنة انا مش فاهم. انا نظري انا زي ما تخيل غلط انا رجعت عندك هتلاقي حديث كده، يعني هتلاقي حديث بيقول ايه انت عدد في حديث البخاري مجموعة 9 سنة عن نازل عائشة في حديث كتاب المهية تظهر لك عندها 9 سنين. تمام؟ في حديث برضه في البخاري ان السيدة عائشة بتطول تفاصيل الهجرة وقالت لم اعقل ابوايا الا وهما كدينان الدين، يعني هي ما قالتش او لما بدات تعقل سيدنا أبو بكر وزوجته كانوا مسلمين. لو سيدة عائشة بتقول الكلام ده وهي عندها 9 سنين عن كده هتتكلم انت 9 و13 كام؟ 4. يبقى المفروض يبقى عندها كام سنة؟ 4 سنين. ده لو ايه؟ بدل احنا هم اصلا وقت كده عن كده لو حطيت على 9 يبقى كان عندها سنة او لسه ما اتولدتش. تمام؟ يبقى عندها سنة أو لسه ما اتولدتش. فمحدش هيقول لم أعقل أبوايا إلا وهما يدينان الدين إلا واحد يكون مدرك اللي حواليه. وبتحكي بقى بعدها تفاصيل إبرة الحج. تمام؟ أسئلة وأسئلة كتير مش عارف أرد عليها لأن أنا ده حلقة عمال أدور، رحت كتب كتيرة، كتب التاريخ وكتب كتيرة وأنا لما شفت البيت ده بفكر مع امي بقول لها حتى في 1-3 قالت لي ده في كتاب عندي بيقول لي 14 سنة. فده كده برضه يعني دي حاسس الموقف شويه. نعم؟ حاسس الموقف زي ما بدأت في الموقف اللي انا موقف في القضايا ده بيناقش التاني. فبرضه بيثبت ان سيدة عائشة كان عندها 14 المقصد انا اتمنى ان كانت عائشه بعد 15 سنه يبقى خلاص معناها شغل. تمام؟ هي اصلا يعني ما حدش اصلا يقدر يتكلم. تمام؟ عاوز اقعد مع كذا دكتور عندي عم كده اجيب واخد وقت معاهم ونشوف الدنيا فيها ايه. بس وضحت لكم النظره عشان نعرف يعني في كذا وقت. اتمنى فعلا ان الراجل ده يبقى صح، ربنا يسهل الحال ويظهر الحق. انت كده الراجل ده عملت اللي عايزه. انت عارف تجربه الوطن وما عرفتش الواجب. انت ده اللي عايزه الشهر ما عرفتش الواجب. احنا قوي عشان العيله هناخد ضربه ثانيه. انا خلاص عرفت ايه يا عبد الله. انت موجود في العيد. العيد مكان طويل. عندنا هنا كتاب نواقض المرأة وقضية المساواة دكتور طه سلطان. تمام؟ هتقرأوه؟ لوني نواقض المرأة وقضية المساواة دكتور طه سلطان. الكتاب ده نقرأه نقاط صفحة واحدة نلخص الكتاب صفحة
بسيطة الكتاب 56 صفحة ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني الجزء الثاني زي الجزء الثاني كتاب دكتور عمارة محمد عمارة هل الإسلام هو الحل؟ ده كتاب 130 صفحة ده مفضوش كده بيتكلم عن المرأة تمام؟ ده بحدود 30 صفحة هل الإسلام هو الحل؟ هل الإسلام هو الحل؟ دكتور محمد عمارة دكتور محمد عمارة كتاب هل الإسلام هو الحل؟ الجزء الخاص بتحرير المرأة ماشي؟ حوالي 30 صفحة هو قال اثنين رقم ثلاثة رقم الجزء بتاع المرأة تمام؟ ناخد ثلاثة بالكفاية طب ناخد فيديو ناخده فيديو ناخد فيديو طب ناخد فيديو المكان الوالي بكتير حالة النظر مهمة جدا ما ينفعش تبقى داعية أو عيد مسلم أنت الاختياري وأنت مش عارف تعمل ما ينفعش نعود على دلوقتي بعد أبدا ما تعمل موقف مش تمام ما تعرفش تعمل قدام طب تحضر في المنظر أو كده نظر مقبرة أولا نتقول 1 2 3 4 5 هتاخد معاك 1 2 هتدرس 3 4 5 لازم تتعلم كده ماشي يبقى في عندنا الاثنين زي الواجبات فيديو اختياري اللي عاوز اعمله على فكره الامتحان تقييم في المحاضره والواجب ماشي الامتحان تقييم في المحاضره وعلى الواجب الامتحان تقييم في المحاضره وعلى الواجب يعني الواجب الاخر 6 محاضرات 4 على منتشر ابراهيم و5 طبعا احنا واحد صلاح التقييم عليهم هم وال والحضور والمشاركة في المحاضرة ماشي؟ تمام يا باشا ايه؟ التكاليف بقى التكاليف بقى التكاليف بقى طيب أول حاجة إن شاء الله في لجنة تجتمعوها لجنة من الجلوس اللي عاوز تشارك في اللجنة هنحط هيكل وتنظيم وبرد اللي حابب يشارك في الهيكل في السنة 12